انطلق يوم الإثنين الماضي، معسكر المنتخب الجزائري في المركز التقني سيدي موسى في العاصمة الجزائر، والذي ستتخلله مباراتان رسميتان ضد الصومال وموزمبيق يومي 16 و 19 من نوفمبر الحالي، ضمن أول جولتين من تصفيات كأس العالم 2026، وسيكون تحت تصرف المدرب جمال بلماضي في هذا المعسكر 23 لاعبا سيعتمد على أغلبهم في بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل مع عدا إمكانية حدوث تغييرات طفيفة على غرار اللاعب البديل في مركز الظهير الأيسر وفي هذا الإطار حصلنا على معلومات من مصدر في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري تشير إلى أن جمال بالماضي قلق من عدم توفر بديل في كامل جهوزيته لمركز الظهير الأيسر باستثناء اللاعب الأساسي ريان أيد نوري الذي أمسى مميزا بمستوياته الرائعة مع فريقه وولفرهامبتون الإنجليزي وسيشهد المعسكر الحالي للمنتخب الجزائري التحاق ظهير أيسر شيفيلد يونايتد ياسر العروسي بصفر دقيقة لعب منذ آخر ظهور له مع منتخب الجزائر في معسكر أكتوبر الماضي عندما دخل بديلا أمام مصر ومن غير الواضح ان تتحسن وضعيته مع فريقه الانجليزي قبل كاس امم افريقيا الامر الذي سيجبر بالماضي على اللجوء لخيارات اخرى ويعاني كذلك ظهير ايسر نانت الفرنسي جوان حجام من نقص المنافسه لانه لا يلعب كثيرا هذا الموسم مع فريقه في حين ان احمد توبه وزياده على انه لم يقنع كثيرا بهذا المنصب مع المنتخب الجزائري فهو يجلس على مقاعد البدلاء مع ناديه ليتشي الايطالي ما يضاعف المشكله عند المدرب جمال بالماضي الذي سيكون مطالبا بايجاد حل لهذه المعضله قبل العرس القاري